النهارده هنعمل مكرونه بصوص النعناع. معانا مكرونه فيتوتشيني وطماطم تشاري ونعناع، صوص النعناع او روح النعناع، يعني دي اكتر روح النعناع، توم وكريمه ونعناع ناشف ونعناع فريش وجزر. اول حاجه هعملها ان انا هحط الزبده كده، ومعاها الثوم، ومعاها النعناع، والفلفل الاسود. خلاص بعد كده هحط الجزر وحسيت انها محتاجة زبدة تاني هحطها عشان انا حاطة كمية جزر كبيرة يعني. حطيله شوية زيت طيب ابتدي هنا بقى احط الطماطم الشاري. انا عملت حفره كده صغيره عشان الطماطم تلمس الارضيه بتاعه الحله. خلاص اهو ابتدي احط بقى ورق النعناع وروح النعناع والكريمة واحط كده المكرونة واقلبها كده من فوق لتحت